بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما أبدأ به هو تهنئة الإخوة والأخوات في الاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا على تنظيم هذه الأيام وعلى نجاحها، وأشكرهم على الاهتمام الحقيقة بموضوع العمل النسائي، وقد عودونا بإقامة مثل هذه الأيام والتي كانت أولها في بلجيكا سنة 98، وكان الهدف من هذه الأيام هو تحسيس الإخوة والأخوات بأبعاد وتأصيل المشاركة المرأة في العمل الإسلامي. وكانت أيام دراسية في سويسرا سنة 2003 هي لتحسيس الإخوة والأخوات بأبعاد تمثيل المرأة في المجتمع الأوروبي، حيث رأينا يعني كل التجمعات النسائية ممثلة في المحافل الأوروبية وفي المحافل الدولية إلا المسلمات. فأردنا أن تكون مظلتنا إن شاء الله هي مظلة تمثيل المرأة المسلمة في هذه الربوع، ونحن اليوم في تركيا وبعد مضي 10 سنوات على هذه التجربة نلتقي لنثبت دعائم هذا العمل ونتتبع النقائص ونضع الرؤية المستقبلية ونبلور الأرضية الفكرية التي نجتمع عليها، ثم نحاول أن نضع الوسائل والآليات لتفعيل هذا العمل وتطبيق ما نصل إليه إن شاء الله في هذه الأيام الدراسية من أفكار ومن رؤى. فنأمل من هذه الأيام الدراسية في الحقيقة أن نضع خطة أو منهج متكامل ومفصل وآليات للتعامل مع القطاع النسائي، بحيث تستطيع كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد أن تبدأ من النقطة التي هي فيها، لأن مؤسسات الاتحاد مختلف يعني مستوياتها في دمج الأخوات وفي تنشيط العمل النسائي، فتستطيع أن تنتهج هذا المنهج من النقطة التي هي فيها لترتقي بهذا القطاع وبقضية النهوض بالمرأة المسلمة في أوروبا. موضوع هذه الورقة التي كلفت بها هي خصوصيات الواقع الأوروبي وانعكاساته على العمل النسائي. فأردت الحقيقة قبل احنا عندما نتكلم عن المجتمع الأوروبي يتبادر إلى أذهاننا دائما التحديات والعوائق والصعوبات، ولكن في الحقيقة حتى نكون منصفين وحتى نكون إيجابيين أيضا لابد أن نعطي نظرة عن الواقع الأوروبي من حيث الفرص وليس فقط من حيث التحديات. أي الواقع الأوروبي له إيجابيات وله سلبيات، ولعل من إيجابياته وجود مساحة من الحرية ومن القوانين التي تساوي بين جميع المواطنين، تستطيع من خلالها المرأة المسلمة أو المؤسسة النسائية التعبير عن رأيها والدفاع عن حقوقها والتبشير بقيمها بالطرق الديمقراطية المشروعة، وهذا حق من حقوق كل مواطن. ثانيا، وجود اهتمام بموضوع المرأة عموما والدعوة إلى تمكينها من حقوقها وتشجيع إنشاء التجمعات ومجموعات الضغط النسائية. ونستطيع أن نؤكد أنه باستطاعة المرأة المسلمة رغم كل ما سنتكلم عنه من تحديات ورغم كل ما يحاك ضدها من مخططات التفسخ والانحلال أن تستفيد كمواطنة من هذه التسهيلات وهذا الاهتمام لتأخذ كل حقوقها إذا أرادت، وأن تتبوأ الصدارة وتكون نموذجا لبقية النساء بتفوقها العلمي والأخلاقي. وقد رأينا مؤخرا المرأة المتحجبة الملتزمة تختار مستشارة للرئيس الأمريكي، ورأيناها منذ أسبوع تنتخب وتقيم اليمين الدستوري في البرلمان البلجيكي وتترأس، هي يعني برلمانية بلجيكية انتخبت مؤخرا ونائبة لرئيس البرلمان، وهي تصدرت البرلمان البلجيكي برغم وجود التضييق على الحجاب. ورأيناها كذلك تقود حزبا سياسيا في بعض البلاد وتترأس مؤسسة اقتصادية، ورأيناها تتألق في كثير من المجالات وهي متمسكة بأخلاقها الإسلامية. هذا في الواقع الأوروبي، الفرص المتاحة لنا. أما التحديات وهي الحقيقة تحديات كثيرة وصعوبات يعني جمة نلاقيها، يعني أنا قسمتها الحقيقة إلى صعوبات داخلية وصعوبات خارجية.
تحديات داخلية وتحديات خارجية. أما التحديات الخارجية فقسمتها إلى تحديات عامة لعموم الجالية المسلمة أو الأقلية المسلمة، وتحديات خاصة بالاتحاد. ولعل الجانب الثاني الخاص بالاتحاد هو في أغلبه الجانب التنظيمي للعمل النسائي داخل الجامعة. أما التحديات الخارجية فتتلخص أولا في الجو العام المتحامل على الإسلام. طبعا كلنا نعرف أنه نتيجة للأوضاع العالمية واعتبار كل من يلتزم بالإسلام عموما ولا ينصهر في المجتمع ولا يذوب فيه ذوبان كامل، يعني ينظر إليه كالمتمرد على قيم المجتمع الأوروبي. وقد تمثل هذا التحامل في منع الحجاب في بلاد أوروبية مثل فرنسا مثلا. ثانيا في التعامل الأمني مع المسلمين وخاصة منهم الذين ينادون بتنظيم الأقلية المسلمة والاعتراف بالدين الإسلامي، والمرأة المسلمة طبعا المحجبة المناضلة من أجل حقوق المسلمات ينظر إليها بعين الريبة. أيضا التحدي آخر في وسائل الإعلام الأوروبي الذي لا يزال يتناول صورة نمطية سلبية عن المرأة المسلمة، أما بتأويل سلبي لبعض المبادئ والأحكام الإسلامية التي يجدها في نظره مشحفة بحق المرأة، أو بإبراز بعض الحالات التي تظهر فيها المرأة المسلمة وكأنها يعني مضطهدة نتيجة لسلوكيات في الحقيقة لبعض المسلمين. تحدي آخر في واجه المرأة المسلمة في أوروبا هو في الرغبة في تطويع المسلمين وعلمانة الإسلام. طبعا لم ينجح بعض المتحاملين على الإسلام في تغريب المرأة المسلمة تماما، فهو يحاول أيضا تطويع المسلمين عموما والمرأة المسلمة خصوصا. وقد لاحظنا هذا طبعا في التركيز على المرأة المسلمة بدعوى مساعدتها في تمكينها من حقوقها وتحريرها من الضغوطات الاجتماعية والدينية، ودعوة المسلمات للثورة على سيطرة الفكر الرجولي للفقه الإسلامي. وقد رأينا هذا يتمثل في بعض المنظمات الإسلامية النسائية التي تقول أن هذه التحديات الداخلية عفوا التي يعني تتنظم بفكرة أنها من داخل الإسلام تريد أن تحرر المرأة، بدعوى أنها داخل الإسلام تستطيع أن تحرر المرأة من سيطرة الفكر الرجولي. مش عارفة الفكرة واضحة ولا، وهذا ما نسميهم الفيمينيست ميزلمان، يعني المسلمات الفيمينيست، يعني من داخل حق الحركة الأنثوية الإسلامية. وهذه المجموعة من الأخوات وهي موجودة محدودة، الحقيقة الحركة محدودة ولكنها متواجدة وتزداد في الظهور، يعني تريد أن تقوم باجتهاد واستنباط الأحكام وتحقيق لتحقيق العدالة والمساواة التي تراها أساس يعني في الشريعة الإسلامية. وقد لاحظنا اهتماما إعلاميا ودعما رسميا من قبل بعض المجتمعات الأوروبية في إبراز هذا التيار النسوي مثل حركة النسوية الإسلامية في إسبانيا وفرنسا مثلا. أما تحدياتنا الداخلية فأردت تقسيمها إلى تحديات عامة وتحديات خاصة بالاتحاد. أما التحديات العامة الداخلية العامة تخص كل المسلمين، منها ربما بعض المؤسسات الاتحاد. أولا في وجود الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن المرأة التي تنعكس بعد ذلك في سلوكيات وتصرفات بعيدة عن حقيقة المنهج الإسلامي المعتدل. كذلك وجود التيار المتشدد الذي يعتبر المرأة كلها عورة ولا يصح لها أن تنفتح على المجتمع ولا يرى لها دورا ولا إسهاما حضاريا إلا من خلال تربية الأبناء وإسعاد الزوج، ويقابله هذا التيار العلماني الذي ينادي بالمساواة المطلقة ويدعو إلى التفسح والانحلال، تفسخ الانحلال والانحلال الأخلاقي. أيضا وجود تخوف وقلة ثقة في قدرات المرأة المسلمة، وهذا قد تكلمنا عنه في هذه الصبيحة وأمس، من حيث أن المرأة ربما ليست قادرة على أن توازن بين كل متطلبات الحياة. قلة الكوادر النسائية المثقفة المنخرطة في العمل النسائي، وذلك نتيجة لعدم تأهيل واستيعاب هذه الطاقات. هناك طاقات نسائية مسلمة موجودة في الساحة ولكنها للأسف بعيدة عن الصف
الدعوة والإسلام، قر الحضارة الإسلامية، ومنها أيضا عملية التمييز ضد المرأة المسلمة وتهميشها وتشويه صورتها في الإعلام، وبالتالي كان نتيجة لذلك التقاقع حول الذات ورفض الاندماج في المجتمع، ومنها أيضا الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأسر التي تضطر فيها المرأة للعمل خارج البيت طول اليوم ثم رعاية الأسرة، وبالتالي ليس لها أي مجال للعمل الدعوي أو العمل الاجتماعي. كذلك وجود تيار المسلمات الفيمينيست، وهو تيار حديث كما قلت ومحدود ولكنه مدعوم، وتتزعمه مسلمات مثقفات رافضات للوضع الذي عليه المرأة المسلمة من تهميش وانتقاص لقيمتها الوجودية. تسعى المسلمات في هذا التيار إلى تذليل الفوارق بين الحضارة الغربية والإسلامية والتقريب بينهما، لا سيما فيما يتعلق بموضوع المرأة، كما يسعى لإعادة النظر في الموروث الثقافي والفقه الإسلامي. وقد لا تكون مؤهلات هذه الأخوات، قد تكون غير مؤهلات الخوض في هذا الموضوع، وقد لا نرى الخطر هذا التيار الآن، ولكنه يمكن يتطور ويصبح فتنة بين المسلمين. الآن التحديات الخاصة بالاتحاد، تخصيات التحديات الخاصة بالاتحاد أو التنظيمية إذا أردنا التعبير بهذه الكلمة، أراها على مستويين، مستوى الأقطار أو المحلي ومستوى المركزي. على مستوى الأقطار، أولا عدم إعطاء الأهمية اللازمة لتكوين وإعداد الأخوات. صحيح أن هناك محاولة لدمج الأخوات وإشراكها في العمل الإسلامي العام والعمل الدعوي، ولكن ليست الأخت المسلمة ليس لها مكانة كافية في عملية التأهيل والتكوين. ويكفي دليلا على ذلك موضوع الإحصائيات التي قام بها المكتب الاتحاد، ويقول أن النسبة ضعيفة جدا، نسبة تواجد الأخوات في الحلقات التأهيلية والتكوينية ضعيفة جدا بالنسبة لنسبة الإخوة. أيضا لا تزال هناك صعوبة لدى بعض المسؤولين في تناولهم لموضوع المرأة. أمس لما تكلمنا عن ضرورة الموازنة بين العمل الدعوي والعمل الإسلامي، وأنه لابد أن الإخوة يعني يعطوا الثقة في الأخوات أنهم قادرات على هذا، فاستغربت بعض الأخوات، ولكن للأسف في بعض الأقطار، وهو طبعا يعني نسبي، يعني ليس كل الأقطار في نفس المستوى، في بعض الأقطار إلى حد الآن يتساءل بعض الإخوة وهم في حيرة، يعني في حيرة حقيقية وصادقة، يسهلون كيف ننظم الأخوات، لا يعرفون كيف يشركون الأخوات في العمل، وكثير يسألون من أين نبدأ، كيف نبدأ في تنظيم الأخوات ونحن أنفسنا غير منظمين، يعني وكأنه أنفسنا لا تعني إلا الإخوة ولا تعني الأخوات. أيضا وجود نوع من الضبابية والغموض في المفاهيم لدينا. لما نتكلم عن العمل النسائي ماذا نقصد؟ لابد من تحديد. وهذه الأيام الدراسية الحقيقة وهذه الورشة المائدة المستديرة لابد أن تصل إلى أسئلة نهائية حتى يقع ضبط الموضوع وتوضيحه. ماذا نقصد بالعمل النسائي؟ هل نقصد به مشاركة المرأة في الدعوة إلى الله وهو واجب شرعي وعمل فردي حسب القدرة؟ أم نقصد إشراك المرأة في هياكل العمل العام مثلها مثل الرجل وتوعيتها بهموم الأمة وإشراكها في وجود الحلول المناسبة عملاً بمفهوم المقاربة النسائية؟ أم نقصد إنشاء مؤسسة نسائية مستقلة ولكن مكملة للمؤسسة العامة تتكلم باسم المرأة المسلمة وتقوم بالشهادة على الناس، مبرزة الشخصية الإسلامية الصحيحة للمرأة ورد الشبهات التي تثار حولها، وتتجه باتجاه بنات الجالية خارج أطرنا ومساحاتنا الإسلامية لجلب المسلمات وردهن إلى الإسلام الصحيح؟ أم نقصد كل هذا؟ وأظن أن الفكرة العامة التي استخلصناها من خلال مناقشات أمس ومناقشات هذا الصباح أن المرأة لابد أن نفسح المجال للمرأة المسلمة للعمل في جميع الميادين وفي كل المجالات الحيوية، وكل حسب طاقتها وحسب كفاءتها وحسب ميولها الشخصية، فمجالات العمل مفتوحة لابد أن تفتح للأخوات جميعا، وكل أخت على حسب ميولها على حسب طاقتها على حسب كفاءتها تتجه في المجال الذي تراه مناسبا لحالتها. وحتى في العمل النسائي الخاص لابد أن نتخصص أكثر إذا أردنا أن نتقن العمل، فالأخت التي تريد أن تتخصص في المجال التعليمي، في المجال البنات الجالية مثلا، في مجال الأطفال، في مجال حماية الأسرة ورعايتها،
أو في مجال العمل السياسي وإبراز صورة المرأة، إبراز الصورة والشخصية الصحيحة، أو في مجال العلاقات أو في مجال الإعلام، لابد لكل أخت أن تجد مكانها وتجد ما يفي حاجتها. على المستوى المركزي هناك بعض التحديات، هناك بعض التحديات على مستوى المركزي، وأقصد به على مستوى الاتحاد كاتحاد مركزي. وجود عادات وتقاليد في العمل الإسلامي لم تتكيف بعد مع المعطيات الدعوية الجديدة، ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور النوعي لوجود الأخت المسلمة في هذا المجال في هذا العمل. منها مثلا عدم وجود أي أخت متفرغة للعمل في أوروبا رغم توسع العمل النسائي، وأقصد عدم تخصيص أي مكافأة مالية مثلا للأخت العاملة والمتفرغة في هذا المجال التي قد نخسرها عادة عندما تضطر للعمل خارج هذا الإطار. يعني نرى كثير من الإخوة المتفرغين، ولكن بالنسبة للعمل النسائي لحد علمي إلى حد الآن ليست هناك أي أخت متفرغة، لا على المستوى المركزي ولا على المستوى المحلي. منها أيضا الأخت التي تسافر في أنحاء أوروبا وعمل مركزي في أنحاء أوروبا وزوجها مشغول وعليها مسؤولية الأولاد مثلا، فماذا تفعل؟ لمن تترك أبنائها؟ هذا العمل النسائي، هل العمل النسائي مستعد أو الاتحاد في إطار العمل النسائي مستعد أن يتحمل تبعات ذلك ومصاريف مثلا الحضانة ومصاريف النقل ونقل الأبناء واحتضانهم إذا كان اللقاء الاجتماعي يتطلب أكثر من يومين؟ وهذه أسئلة أنا أطرحها لأنها تعرضنا لها يعني خلال عملنا، وربما تكون عائق وتحدي كبير في مجال عملنا. منها أيضا الحرج الذي قد تلاقيه الأخت التي تريد المشاركة في مختلف مجالات العمل الإسلامي وفي مختلف الأقسام في الاتحاد، أي إذا كانت وحيدة في أحد الأقسام مثلا في وسط مجموعة من الإخوة، وفي حرج يعني للأخت. رابعا عدم وضوح العلاقة بين القسم والمنتدى لدى كثير من الإخوة والأخوات، مع أن موضوع كان واضحا منذ تأسيس المنتدى ألا وهي علاقة تكامل وتعاون، بحيث يعمل القسم على دفع عجلة التكوين والتأهيل في صفوف الأخوات حتى يستطيعنا المشاركة والإسهام الحضاري للمسلمين في أوروبا، وحتى يدعم يعني الهدف من القسم هو الرعاية الداخلية للأخوات والسهر على تمكينهم من التكوين والتأهيل. ثم دعم المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة الذي هو واجهة الاتحاد في العمل النسائي على مستوى الساحة الأوروبية بهذه الطاقات وهذه العناصر المؤهلة لدعم المنتدى بالعناصر الفاعلة التي تصلح أن تكون واجهتنا والناطق باسمنا في إطار المجتمع والمحافل الرسمية والشعبية. ولكن أسئلتي نطرحها الآن علينا هنا هي: هل نحن في حاجة فعلا إلى وجود قسم نسائي خاص ومؤسسة نسائية عامة، أم الأفضل أن نعتمد المؤسسة العامة ونجعل تكوين الأخوات من مهام قسم التربية مثلا؟ ثانيا، مدى استعداد الاتحاد أيضا في الانفتاح على الآخرين من نساء الأقلية المسلمة؟ إن مؤسسة مفتوحة كالمنتدى مثلا لا يستطيع إغلاق الباب على من يريد اللجوء إليها، وقد تكون غير مطبقة لكل الأحكام الإسلامية، مثلا أخت غير مطبقة لللباس الشرعي مثلا، هل نحن في المنتدى هي عضو في المنتدى، فهل الاتحاد يقبل بأن تكون يعني هذه المظلة التي تمثل الأخوات لديه فيها عناصر غير مطبقة لكل الأحكام الإسلامية؟ هل لدينا القابلية في إشراك بعض الأخوات من خارج جماعة الاتحاد في التعاون معنا لرفع التحديات وحمل مشروع المنتدى مثلا؟ هل الاتحاد مستعد لاستيعاب كل الأخوات الراغبات في الالتحاق به؟ وكلنا نعرف ونحن في المؤسساتنا المحلية في الأقطار هناك تضييق على استيعاب الأخوات والطاقات النسائية، لابد من تحديد الحقيقة الضوابط في ذلك، وحتى تكون حتى يكون يعني الموضوع فيه فصل إن شاء الله. بالنسبة أنا لم أكلف بالحديث عن الآفاق أو ماذا بعد، يعني إذا وصفنا الواقع ما هي الآفاق وما هي الحلول، طرحت بعض الأسئلة، ولكن أنا أقول أن هناك مؤشرات كثيرة الحقيقة في لوجود الأمل إن شاء الله في هذه الأعداد من خيرة نساء الربوع الأوروبية المتواجدة اليوم معنا، وكلها قدرة وطاقة لرفع هذه التحديات. فنحن جماعة
نؤمن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا نعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توكل على الله ولا تعجز. ونحن أهل عزم وكرم بإذن الله تصغر العظام في أعيننا، بشرط أن نرى هذه العظام ونشخصها التشخيص الصحيح، لأن معرفة الداء جزء من الدواء. هذا ما أردت تسليط الضوء عليه. ولا أدري الحقيقة، نحن طبعا لما نتكلم عن التحديات وعن الآفاق وعن هذا، لسنا منطلقين من صفر، فنحن عندنا تجربة، وعندنا الآن والحمد لله نشاط على مستوى الخاص والعام. عندنا قسم النساء ما شاء الله يعني قائم بجهد لا بأس به، وعندنا أيضا المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة الذي يقوم أيضا يحاول رفع هذه التحديات. وإذا إن شاء الله سنحت الفرصة ممكن يعني فقط يعني بسرعة دقيقتين يعني نعطي يعني تجربة المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة في رفع هذه التحديات، وهذه تجربة للاطلاع، يعني لا أريد أن يعني أن أقترح على الاتحاد، والاتحاد هو الذي دفع يعني بإنشاء المنتدى، وكان من يعني القسم المكتب التنفيذي للاتحاد في الدورة الماضية هو الذي وضع حتى خطة عمل هذا المنتدى. فأنا فقط للتذكير إذا حبيت يعني فقط بسرعة أقول كيف يعني فكر المنتدى وما هي خطة المنتدى لرفع هذه التحديات التي ذكرناها، وهي تحديات يعني متعددة ومختلفة. ففكرنا الحقيقة في لرفع هذه التحديات الداخلية والخارجية في تقسيم العمل المنتدى ومجلس إدارة المنتدى إلى وحدات، إلى لجان متخصصة تغطي كل واحدة منها جانب مهم وحيوي من هذه الجوانب. أولا لجنة العلاقة مع الجمعيات الأعضاء، والتي تهتم بالشأن الداخلي من حيث السعي إلى تطوير الأداء وتصحيح المفاهيم والتقارب الفكري والروحي بين مختلف أعضاء المنتدى، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والدورات. هناك أيضا لجنة الإعلام التي تسعى لإبراز الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة ونشر الفكر الوسطي فيما يخص المرأة المسلمة من خلال المشاركات التلفزيونية، وفيما يخص وأيضا من خلال إنتاج الأقراص التعريفية والأفلام الخاصة بشخصيات نسائية يعني فاعلة. وأيضا في أخيرا وليس آخرا يعني الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة CNN حول موضوع المرأة المسلمة في أوروبا، ما هي تطلعاتها، ما هي أهدافها، ما هي نشاطاتها. ثالثا لجنة العلاقات العامة التي تعمل من أجل كسب الأنصار وربط العلاقات، وهي الحقيقة يعني موضوع استراتيجي نراه يعني مهم، أن المسلمات لابد أن يكون لهن علاقات يستطيعوا أن يشدوا من عضدهن، يعني علاقات داخلية مع المسلمين ومع مؤسسات إسلامية، ولكن حتى مع غير مسلمين من شخصيات يعني سياسية أو مفكرين أو حقوقيين وعامة في أطر يعني في مختلف فئات المجتمع. ثم أيضا عندنا وهذه العلاقة الحمد لله أتت أكلها، ونحن بحمد الله يعني نظمنا ندوتين في مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا سنة 2007 وسنة 2008 بالتعاون مع بعض السياسيين. رابعا إنشاء المركز البحوث والدراسات الإسلامية لقضايا المرأة، وهذه تغطي طبعا يعني موضوع نشر الفكر الوسطي وعدم ترك الموضوع للطرف الذي ينادي بالانحلال والطرف الذي ينادي بالتشدد والانغلاق. أيضا في مجال لتلافي نقص الكفاءات والطاقات النسائية يعني فكر المنتدى في إنشاء مركز تطوير وتدريب قيادي لاستكشاف الطاقات في الأقطار وفي الجمعيات الأعضاء، وأنشئ هذا المركز لتكوين الراغبات في مجال العمل النسائي العام والمساهمة في حمل مشروع المنتدى.
وينظم هذه اللجنة أو هذا المركز التطوير خلال إن شاء الله الأسبوع المقبل مخيم خاص بتدريب على الحياة القيادية، يعني خاص باستكشاف طاقات أخواتنا وبناتنا الشابات إن شاء الله في لإعدادهم ولتكوينهم في المجالات المتخصصة التي نحتاج إليها لتغطي كل الجوانب التي نسعى إلى تغطيتها إن شاء الله. هذا تقريبا بعجالة فكرة عن نشاط المنتدى. بارك الله فيكم، أقول وقولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحوار أبعاد لا تنتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أشكركم على هذه الدعوة المباركة، وأعتبر أن هذا واجب للأخوات على أن نشاركهن في هذا اللقاء، ونحن لا نفرق بين عمل الإخوة والعمل الأخوات، وإنما كلاهما يصب في نفس الأهداف. الورقة هي موزعة عليكم، أنا إن شاء الله سأحاول أن أتطرق بعجالة إلى أهم القضايا التي وردت في هذه الورقة. نحن عندما نقارن وضع العمل النسائي في أوروبا وضع المرأة المسلمة في أوروبا بوضعها في العالم العربي، فهناك اختلاف كبير وبون شاسع بين وضعهما. فالعالم الإسلامي تحكمه مجموعة من القيم ومجموعة من المبادئ، وتحكمه أيضا ثقافة معينة تجعل وضع المرأة المسلمة وضعها أسهل من وضع المرأة المسلمة في أوروبا. فنجد على عكس ذلك أن في أوروبا تحكمها قيم وتحكمها أيضا ثقافة تؤثر بشكل كبير أو تؤثر على وضع المرأة، وبالتالي فإذا لم نتحرك ونراجع وضع المرأة عموما في أوروبا، وقد تم هذا بدرجات متفاوتة خلال الفترات الماضية، إذا لم نتحرك بالشكل الصحيح فنجد أن ستواجهنا خلال الفترة المقبلة إشكالات. وتطرقت الأخت نورة جاب الله إلى تيارين اللذين يمثلان تحديا كبيرا بالنسبة إلينا، هو التيار الإسلامي الذي اختار معنا نوع من التطرف في تعامله مع هذا مع ملف المرأة، وهناك التيار الآخر الذي يمثل هو الذي يمثل نقيض هذا التيار، وهو الذي اندمج أو انصهر بشكل كبير وضيع قيمه والثوابت التي نؤمن بها. فنحن بين هذا التيار والآخر نريد أن نوجد شيء وسط نحاول من خلاله أن نحافظ على المرأة المسلمة، أن نحافظ على عملنا الإسلامي، أن نحافظ على قيمنا ومفاهيمنا وتصوراتنا الإسلامية وفق الثوابت التي اتفقنا عليها والتي يمثلها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا. نحن في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الاهتمام بالمرأة ليس وليد اليوم، كان خلال الفترة الماضية، لكن كان هناك طبعا هذا العمل واجه صعوبات متعددة أو تحديات متعددة مختلفة خلال الفترات السابقة. عندما ننظر إلى أين توجد المرأة المسلمة في مستوى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، فسنجدها متواجدة في أكثر من موقع، لأن الاتحاد هي مؤسسة كبيرة متشعبة لها تواجد في 30 دولة أوروبية، هناك في 11 القسم المركزي، هناك مجموعة من المؤسسات 7 مؤسسات تخصصية، هناك مجموعة من اللجان. فتجد معنى الذي ليس لديه اطلاع كافي على وضع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا فسيضيع ويتيه ضمن هذه الهيئات والمؤسسات واللجان والأقسام إلى آخره. فأنا سأحاول هنا بعجالة أن أبين هذه التركيبة حتى تعرف كل أخت التي تتواجد معنا اليوم أين هو موقعها ضمن هذه الهيكلة. بالنسبة أول شيء بالنسبة للهدف الاستراتيجي للاتحاد كما تراه على الشاشة، هو الهدف عندنا الاستراتيجي هو استقرار وجود إسلامي أفراد ومؤسسات ليصبح واقعا مقبول في المجتمع الأوروبي ومؤثرا في جوانب الحياة المختلفة فيه. وبالتالي عندما نقول استقرار الوجود الإسلامي أفراد ومؤسسات، عندما نتحدث عن أفراد من هم هؤلاء الأفراد؟ الرجال والنساء والشباب والأولاد والأبناء إلى آخره. إذن فهنا المرأة هي جزء من هدف الاستراتيجي للاتحاد. عندما ننظر إلى أيضا إلى الأهداف العامة للاتحاد، في أيضا أهم الأهداف العامة مساعدة المسلمين في أوروبا
في ممارسة واجباتهم الدينية والحفاظ على هويتهم الثقافية ورعاية شؤونهم الاجتماعية والدينية. طبعا عندما نتكلم عن المسلمين في أوروبا فسنجد المرأة أيضا ركن أساس في هذا، فإذا المرأة واردة في الهدف الاستراتيجي للاتحاد وأيضا واردة في الأهداف العامة. عندما ننظر إلى المحاور التي يقوم عليها عمل التنظيمات الإسلامية في أوروبا فنجد عندنا هناك 14 محور كلها أو معظمها إلا للمرأة ولها تواجد فيه، لكن هناك أيضا محاور أخرى معنى المرأة توجد بشكل واضح فيه. في المحور السادس تحسين الأسرة المسلمة وتمكينها من أداء دورها في تماسك المجتمع. إذا عندما نتحدث عن الأسرة المسلمة فبالتالي تعتبر في الأسرة المسلمة هنا في أوروبا دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل، وإن لم يكن في بعض الأحيان أهم من دور الرجل، لأن الوضع هنا في أوروبا كما تحدثت عن التحديات التي تواجهنا والثقافة السائدة في البلد تجعل دور المرأة ليس دور معنى عادي أو تقليدي مثل ما كان موجود عندنا في البلدان الإسلامية حيث أن الإسلام هو الذي يحكم، بل نجد أن دورها هنا معنى أكثر تعقيدا وأكثر حساسية مما يجعل دورها لا يقل عن دور الرجل بل يتعدى في بعض الأحيان. أيضا عندنا المحور السابع قيام المرأة المسلمة بدور مؤثر في العمل الإسلامي والمجتمع. في ضمن هذا المحور هنا لا يقتصر فقط، احنا لا ننظر ان دور المرأة يقتصر فقط على الأسرة المسلمة بل يتعده الى العمل الإسلامي بل وايضا ينتقل الى المجتمع الذي نعيش فيه وهو المجتمع، ما نعني بالمجتمع الإسلامي المصغر بل نعني بذلك المجتمع الذي نعيش فيه وهو غير المسلم، فضروري ان المرأة يكون لها تواجد فيه بشكل واضح. ودائما عندما اكبر تحدي الذي يواجهنا يواجه المسلمين والإسلام عموما هو موقف الإسلام أو موقف المسلمين من المرأة، مما يحتم على المرأة أن تأخذ أدوار متقدمة في الدفاع، ما نقول فقط الدفاع عن الإسلام بل أيضا في أن توجد لها موطئ قدم وتثبت مكانتها في المجتمع في مختلف المجالات، في مجال الإعلامي السياسي، في مجال الدعوي، في مجال التربوي، في مجال مختلف مجالات الحياة في أوروبا. طبعا هذه الأشياء التي تحدث عنها معنا تحتاج إلى هي أفكار وهي أهداف وتوجهات استراتيجية وضمن هذه المؤسسات والهيئات والأقسام واللجان، فنحتاج إلى هيكل أو إطار نستطيع أن ننزل من خلاله هذه التوجهات وهذه الأفكار. وكما ترون على الشاشة علاقة العمل النسائي بهيكلة الاتحاد، فتجد أن العمل النسائي تجد هناك على اليسار هناك قسم العمل النسائي له علاقة بمنتدى المرأة، له علاقة بلجنة الاشتعاب، له علاقة بالمؤسسات الأعضاء في أوروبا. فبالتالي العمل النسائي مش فقط يقتصر على مجموعة من الأخوات قسم في 7 أو 9 أو 10 أخوات يجلسنا ويناقشنا، بل هو يتعداه إلى أن يكون له علاقة بالمنتدى، لأن المنتدى والقسم العمل النسائي شيئان يكمل بعضهم البعض. طبعا أن هذا العمل النسائي يحتاج إلى تواصل أيضا مع المؤسسات الأعضاء، فبالتالي هذا القسم يحتاج إلى أن يتواصل مع 30 مؤسسة أو 30 دولة أوروبية، يحتاج أن يكون لها تواصل مع بعض المؤسسات التخصصية مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مثل مثلا المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات والبحوث إلى آخره. فهذا القسم أو هذا العمل هو جزء من العمل النسائي في الاتحاد، أو العمل النسائي هو جزء من الهيكل العمل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، له أيضا تواصل مع قسم الشباب بحكم أن هناك شباب وشابات. هذه هي نظرتنا للعمل، لكن واقعنا فيه بعض النقائص. من هذه النقائص نحن الدراسة التي قمنا بها على مستوى مؤسساتنا الأعضاء فنلاحظ أن هناك نقص لتواجد المرأة في مختلف المجالات. على مستوى في المستوى القيادي نجد أن الإخوة القياديون من الإخوة يمثلون 5.4% من عموم أعضاء الاتحاد، وطبعا الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، فليس بالضرورة أن يكون عدد القيادات معنا 50-60%، لأنهم عادة هؤلاء القيادات يكون أعدادهم معنا ليس بالعدد الكبير. ففي عندنا الإخوة 5.4%، لكن الأخوات عندنا فقط 0.1% من عموم الأعضاء. طبعا عدد الأعضاء هو كبير، فنسبة 0.1% قد يظهر صغير ولكنه
معنى هو لا يلبي الحاجيات، لأنه 5.4 عند الرجال ويناسبه 0.1% عند النساء، فهي نسبة ضئيلة جدا. لو كان النساء يشكلن بنوع مثلا 1.5 مقارنة بالرجال 5.4 قد تكون مقبولة نوعا ما. بالنسبة للعاملون، بالنسبة للأخوات العاملات يشكلن 1.5% من عموم الأعضاء، بينما الإخوة يشكلون 11.5%. طبعا أيضا هذه النسبة نعتبرها ضعيفة، لو كان يشكل هذا مثلا لو كان الإخوة 11.5% عاملون والأخوات 3-4% قد يكون هذا أيضا في إطار المقبول، فعندنا نقص نوعا ما اسمه. أيضا بالنسبة للملتزمون، الملتزمون من الإخوة يشكلون 13.5% من عموم الأعضاء، والأخوات يشكلون 2.6%. طبعا هنا تروا أن العدد شوية أكبر 2.6%، لأن هناك الانطلاقة التي تمت خلال الفترة معنا العشر سنوات الأخيرة أعطت بعض الثمار، ولكنها لا تصل إلى شيء طموح. فلو كان مثلا الملتزمون من الإخوة 13.5، فيجب أن يكون الأخوات لا يقل عن 4%-4.5%، فنقول هذه النتائج تكون مقبولة. ثم الملتزمون من الشباب أيضا أقل لأسباب معنا ليس مجال ذكرها الآن. أما بالنسبة للمنتسبون من الأخوات، ففي الإخوة منتسبون منهم 32%، المنتسبون من الأخوات 1.9%، والمنتسبون من الشباب 30%. هنا 1.9% بالنسبة للأخوات، لماذا؟ لأنه الاهتمام أصبح أكبر بالشابات، فثلاثين منتسبون هؤلاء من الشباب 30%، ستجد ما يقارب نصفهم من الشابات، وبالتالي أن هناك نوع من التوازن الآن في الانطلاقة، معنا فيها انطلاقة مقارنة بالفترة الماضية أفضل، بحكم أن صار فيه اهتمام بالشابات والشباب في نفس الوقت. لكن بالنسبة للأخوات، لماذا هذا العدد لا يلقى ضئيل جدا 1.9%؟ لأنه نحن نعتبر أن الشباب إلى غاية 26 سنة هذا نعتبره من الشباب، فهذا مجال العمل النافع على مستوى الشباب. فأنت عندما تنتظر إلى أن تصل الأخت إلى سن 35 أو 40 وتبدأ معها في حلقات، قد يكون الوضع متأخر بعض الشيء، وبالتالي قد تجد فرص حتى تجد من الأخوات من يلتحقنا بالعمل بالاتحاد في حلقات في هذا السن، قد يكون نوع من الصعوبة. وهذا ليس فقط بين الأخوات، حتى الرجال إذا تأتي عند رجل في سن 40 وتريد أن تؤطره ضمن مؤسسات الاتحاد، فستجد في ذلك صعوبة، لأنه معنى هو اكتملت شخصيته وعقليته وفكره، وسيجد صعوبة في أنه يتأقلم مع الأجواء. طبعا هذه الأرقام حولت على مختلف الأقسام الاتحاد وهيئاته للتعامل معها حتى تطور هذا الوضع. ما هو السبب في 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 هذا المعنى في ما هي الأسباب التي معنى كانت سبب مباشر في هذه النتائج؟ هناك ثلاث أسباب أو ثلاث منحنيات. هناك من يحمل المسؤولية للرجل، يقول أن الرجل هو سبب كل هذا الضعف. وهناك من يقول أنه لا، المرأة هي التي تتحمل هذا الشيء. فعندما مثلا عندما تأتي إلى بلد تجد فيه مثلا أنه هناك في صعوبة في استيعاب الأخوات، أو تجد أنه معنى هذا الكلام احنا نسمعه من الرجال والنساء، مثلا تأتي إلى بلد تجد فيه الإخوة المسؤولين بدأوا في عمل بين النساء، فصار في بعض الإشكالات، صار في اختلافات فيما بينهن فكذا، فتجد عنده موقف سلبي. عندما تسأل ما هو السبب في هذا التأخر، يقول لك السبب هو الأخوات. عندما تذهب إلى بلد آخر فتجد الإخوة المسؤولين لم ينجحوا في استيعاب الأخوات والعيب فيهم، فتجد أن الأخوات يقول لك لا، المسؤولون عن هذا الشيء هو الإخوة. فنحن أريد أن أبين هنا في على السبورة بعض المنحة. الأول هو عندما نحمل الرجل المسؤولية، فالرجل بين قوسين يتحمل المسؤولية كاملة في التقصير. الأسباب في ذلك موقف الرجل السلبي من العمل النسائي كقناعة، كموقف، كمبدأ. والسبب الثاني هو عدم وجود أو وجود الهيكلة لا تتحمل عمل نسائي مندمج. معنى هناك سببين، السبب الأول موقف الرجل، والسبب الثاني الهيكلة أنها بين قوسين رجولية، معنى ما تتحمل. على سبيل المثال في ذلك، عادة الإخوة عندما يريدوا أن يعقدوا لقاء يعقدوه بعد ما يخلصوا شغلهم، يبدأ اللقاء في الساعة 7 وينتهي اللقاء في الساعة 12،
ليش؟ فأنت الأخ يستطيع أن يأخذ القطار والسيارة وكذا ويترك البيت والأطفال، لكن المرأة ما تستطيع ذلك، فيقول لك أنه وبالتالي أنت تقصين بشكل مباشر عندما تضع الموعد اللقاء في الساعة. فهذه من الأسباب. وإذا الرجل يتحمل والمرأة لا تتحمل أي مسؤولية في التقصير، معنى هذه مثل تقول الرجل أسود بشكل كامل والمرأة صفحتها بيضاء بشكل كامل. أي هنا ماذا يترتب على هذه النظرة؟ شعور المرأة بالظلم والمرارة مما يحدث، عندها تشعر ظلم مرارة وتأخذ مواقف معنى متزمتة، مواقف سلبية، ويتحول ذلك إلى صراع بين الرجل والمرأة، وهذا الذي لا نريده. نحن ليس عندنا صراع بين الرجل والمرأة، نحن عندنا الرجل والمرأة كلاهما يكمل بعضه بعضا. نحن ما يجب أن نتأثر بالعقلية التي تدعو إلى أن قضية أن المرأة يجب أن تناد من أجل أن تحصل على حريتها واستقلاليتها. نحن ما عندنا هذا الشيء في ثقافتنا. إذا في نوع التقصير هناك في نوع من الأخطاء، نعالج هذا التقصير ونعالج هذه الأخطاء، ولا نحول ساحة العمل الإسلامي إلى صراع بين فئتين الرجل والمرأة، وبالتالي هذا الصراع سيتحول إلى البيوت وينشئ شابات وبيوت وإخوة وأخوات الذين سيؤثرون سلبا على مستقبل الإسلام والمسلمين. وفي هذه الحالة عندما المرأة تقتنع بأن الرجل هو المشكلة، فستقف هذه الأخت أو المرأة مكتوفة الأيدي وتنتظر الفرج من الله حتى يغير هذا الرجل معنى رأه ومواقفه. وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة سيبقى الحال على ما هو عليه ولن يحصل التغيير المنشود. لماذا؟ لأن الرجل الذي تتظنين أنت أنه هو السبب هو ليس مقتنع بذلك، فهو لن يتحرك وسيبقى الوضع على ما هو عليه. إذن هنا في مثل هذه الظروف يجب أن نبحث عن الأسباب والدوافع لتجاوزها ووضع تصور متضمنا لمسؤولية الطرفين في هذا التقصير أو هذا النقص الذي يحدث. هذا هو المنحى الأول. أما المنحى الثاني هو ذكرتم أن يحمل المرأة المسؤولية. كيف ذلك؟ يقول المرأة تحمل المسؤولية كذلك أسبابها ذاتية متعلقة بالمرأة في بعض الأحيان، ثم أسباب موضوعية ظروف الأسرة المسلمة في الغرب، معنى خروج المرأة، معنى نحن بالذات الجيل الأول كانت الأخت معنى وجودها أكثر في البيت بشكل أكبر حتى تهتم بالأولاد حتى تربي الأولاد. لماذا؟ لأن فكرة التوطين ما كانت موجودة عندنا، طلاب نزحوا من أجل الدراسة ثم تزوجوا ثم كونوا بيوت، وكان كل منهم يفكر في العودة، فما كان فيه اهتمام بهذا الشيء. وهذا كان بين 1960-65 إلى غاية 1980. بعد الثمانينات بدأت تبرز فكرة، معنى بعد هؤلاء تزوجوا أصبح عندهم أطفال وأبناء وكذا، وبدأت فكرة التوطين والمواطنة بدأت تبرز في بداية التسعينيات. في بداية التسعينيات هناك صار انفتاح فيما يتعلق بالعمل النسائي، بحيث أن الأطفال بدأوا يكبروا وبدأ الفكر حتى الفكر الإسلامي بدأ يتبلور بطريقة أصبح يفكر في أنه يجب أن يكون للمرأة دور مثل ما للرجل دور. فإذا هناك الرجل عندما يقول لك أن المرأة تتحمل مسؤولية منها أسباب ذاتية متعلقة بالمرأة في بعض الأحيان، احنا من لن نخوض فيها لان هذه سيكون عندكم في ورشات العمل، واسباب موضوعيه ظروف الاسره. اذا ما هي عندما ينظر الرجل الى الموضوع بهذه الطريقه فيقول الرجل لا يتحمل المسؤوليه، يقول لك انا ما اتحمل مسؤوليه، هو العيب عندهم او النقص او التقصير موجود عندهم فانا ما اتحمل، وبالتالي هناك الرجل معناه يشعر كانه قد ادم عليه ويقتصر في ولن يتقدم او ياتي بطروحات او لن يساعد الاخت في ان تتجاوز هذا الشيء. النتيجه سيبقى الحاله هو ما عليه ولن يحصل التغير المنشود. كما ترى وقفت ملاحظة، عندما المرأة تقول الرجل هو المسؤول، ونمر على معنى قضية التفكير طريقة التحليل ثم النتائج التي نتوصل إليها، فسيظهر أنه لن تستطيع أن تتحكم من مكانك. لماذا؟ لأنه أنت عندما قبل أن تعالج أي مشكلة يجب أن تنظر في أسباب المشكلة. إذا كانت هذه الأسباب، إذا توصلت إلى من خلال تحليلك للأسباب، إذا توصلت إلى حقيقة الأسباب فهو أولى الخطوات في إيجاد الحلول. لكن إذا بحثت في المشكلة وبحثت في الأسباب ولكنك لم تتوصل إلى حقيقة إلى الأسباب الحقيقية، هل سيحصل ذلك التغير المنشود؟ لن يحصل. لماذا؟ لأنه أنت في البداية انطلقت من انطلاقة غير سليمة وتوصلت إلى أسباب غير حقيقية، وبالتالي كل الخيارات أو كل المقترحات للخروج من هذه الأزمة ستكون مقترحات خاطئة. لماذا؟ لأنه انطلقت من انطلاقة خاطئة. وهنا نأتي إلى المنحة الثالث، وهو تحميل كلا الطرفين المسؤولية، جزء منه يتحمل الرجل وجزء منه يتحمل المرأة. هناك الضعف لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية. الأسباب الموضوعية مرتبطة بواقع الأسرة
وهذه معنى ما نستطيع أن نفعل فيها شيء خلال الفترة السابقة، لكن الآن الوضع أمامنا غير شكل. لماذا؟ لأن المرأة التي نزحت من العالم العربي ولا تعرف لغة وكذا، الآن البنات اللي موجودة الآن شابات الجيل الثاني إنما ولدنا هنا ومعنى عندهم ليس عندهم خمسة خلاص. إذن في المنحة الثالث قلنا أن كلاهما يتحمل المسؤولية، وبالتالي نضطر إلى أننا نعالج هذا الموضوع ونضع استراتيجية موحدة من كل المؤسسات والأفراد من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. نعود إلى الآخر. كما يقال من كانت بدايته صحيحة كانت نهايته صحيحة، وهنا يجب أن نحرص على أشياء، مجموعة من الأشياء التي تعتبر في غاية من الأهمية في أي عمل إسلامي وبالذات في عمل نسائي. أولا أن نحرص على تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة في العمل الإسلامي، وحاجة كل طرف للآخر. الأخت المسلمة يستحيل عليها أن تقوم بعمل منعزل عن الرجال بشكل كامل، معنى حتى في بعض الأشياء الأخت اللي ما تستطيع أن تقوم به فهي تحتاج إلى أخها، إلى أخيها الرجل ليدعمها. والرجل يستحيل عليه أن يقوم بعمل أيضا بدون أن يستفيد من الكفاءات والقدرات الموجودة عند النساء. فإذا نحن نحتاج إلى نوع من تكامل الأدوار. الشيء الثاني أن ننطلق من مبدأ الاختلاف البشري بين الجنسين، أن هناك معنى ليس الذكر كالأنثى، معنى إذا نريد أن تكون هناك معنى مساواة كاملة مطلقة فسيكون في بعض الأحيان ظلم في حق المرأة، وبعض الأحيان قد يكون أيضا ظلم في حق الرجل. وأعطيكم مثال، نقول خلاص فيه مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، عندما نحدد موعد اللقاء في الساعة في الساعة 7 مساء إلى 12 ليلا، هذا هنا في ظلم. ما كل الأخوات اللي عندهم رخصة سياقة حتى تستطيع تأخذ السيارة، وما كلهن يستطيعون أن يترك البيت معنا وعندها طفلة، أو تأخذ معها طفلها وتأخذ معها إلى هذا وترضعه في 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 اللقاء، أو هو يبكي وهي إلى آخره. ففي بعض الأشياء معنا يستحيل علينا أن نساوي أو نساوي بين الرجل والمرأة بشكل معنا مطلق. فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الاختلاف البشري بين الرجل والمرأة، وهي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى للناس. ثالثا أن ننطلق من الثوابت الإسلامية في التعامل مع هذا الملف، عندنا مجموعة من الثوابت يجب أن لا نتجاوزها بعيدا عن ضغوطات الواقع وثقافة الغرب. طبعا احنا يمارس علينا ضغوطات من معنى في بسبب الواقع الذي نعيشه في أوروبا، وأيضا الثقافة الغربية أيضا تمارس علينا بعض الضغوطات. نحن نحتاج إلى أن الأشياء التي نستطيع أن نقدمها نقدمها، والأشياء التي لا نستطيع لا نحاول أن نلوي إما علوق النص أو نحاول أن نلوي التنظيم أو هيكلة أو العمل أو إلى آخره حتى يتأقلم أو يتماشى مع هذا الشيء. في بعض الأشياء إحنا يجب علينا أن نثبت عليها وأن لا نحيز عليها يمين أو شمال، لأن هذا سيؤثر سلبا على مستقبل الإسلام عموما في هذه الخارة. وبالتالي نحن نريد أن نركز في شيء، أنه نحن ليس لدينا معركة بين الرجل والمرأة، ما عندنا هذا الشيء، ليس عندنا صراع بينهما. إذا في هناك أخطاء ترتكب من قبل أشخاص سواء كانوا إخوة أو أخوات، هذه نضعها في إطارها الضيق ولا نعممها. البرامج والمشاريع الإسلامية في مجال العمل النسائي، عندنا اعتمدنا في هذا في الاتحاد خلال فترة مجموعة من الملفات. عندنا الملف الأول ملف استيعاب الشباب، وفي فيما يتعلق بملف استيعاب الشباب عندنا ذكور وإناث. عندنا ملف الأسرة المسلمة أيضا الأخت هو جزء أساسي فيه. عندنا ملف الأسرة المسلمة في أوروبا تحت شعار أسرة مسلمة مستقرة، وهذا شغالين عليه الآن. وهذه الملفات كلها أن الأخت جزء، سواء كقسم عمل نسائي أو سواء كمنتدى مرأة مسلمة أو كمؤسسات شبابية وضمنها الشابات، أو على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات سواء في الدول الأوروبية أو على المستوى المركزي، كلهم مشاركون في هذه الملفات. أما المؤسسات والهيئات الإسلامية العاملة في صفوف المرأة فعندنا 7 هيئات عاملات، والأصل أن المرأة تكون مندمجة فيهم بشكل كامل. عندنا قسم العمل النسائي وهو خاص، وهنا أريد أن أبين شيء. نحن عندما أنشأنا قسم العمل النسائي مش من اليوم، من قبل فترة، معنى ليس معنى هذا أن كل عملنا النسائي سيكون في هذا القسم، لا، نحن عندنا في كل الأقسام موجود، والأصل أن يتواجد أخوات، معنا في قسم التربية، في قسم الدعوة، في قسم الشباب، في قسم العمل السياسي، في قسم الإعلام، الأصل هو هذا الشيء. بعض الأحيان ونحن نتواصل مع الأقطار نقول لهم في قدمونا لمقترحاتكم،
مجموعة من الإخوة والأخوات، لكن في بعض الأحيان بسبب أنه العمل النسائي في الاتحاد بدأ متأخراً عن العمل إخوة الرجال بما يقارب 20 سنة، فطبعاً ماذا ستكون النتيجة؟ ستجد أنه الأخوات الأعداد الموجودة واللي من أصحاب الكفاءات مش موجودة بالشكل المطلوب، وبالتالي هذا سيكون ظلم في حق المرأة عندما يقولوا شوف أخواتنا معنا عدد معنا عندما نحمل المسؤولية. لا، وإنما السبب في ذلك هو بسبب أنهم لم يبدأوا عملهم في نفس الوقت مع الرجل. في قسم التربية، قسم الدعوة، قسم التدريب والتنمية البشرية، منتدى أوروبي المرأة المسلمة، والتجمع الأوروبي للأئمة والمرشدات، وهؤلاء جميعا موجود معنا فيهم أخوات. ممكن دقيقتين؟ جيد. هذه في عندكم في صفحة ما لم توجد. جيد، أنا هنا أريد أن أبين في شيء بالنسبة لبعض الأحيان يحصل خطأ في تعامل المؤسسات فيما بينها. عندنا المؤسسات هذه العاملة في على مستوى الاتحاد، والتي يتواجد فيها إما بند متعلق بالمرأة أو الأخت إلى آخره، في مجموعة مؤسسات نحن عندنا ما يقارب مثلا نقول عندنا 35 هدف فيما يتعلق بالأخت. 35 هدف معنى يستحيل أن نضع هذه أو معنى أن نحمل مؤسسة بعينها 35 هدف هذا، بل نقوم بتوزيعها على 7 هيئات ومؤسسات. فنجد قسم العمل النسائي هو مهمته في يقتصر على العمل النسائي داخل بين أعضاء الاتحاد، بين الأخوات يعتبر أعضاء في الاتحاد، ويدعم المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة اللي هو عمله عمل يتعامل مع مؤسسات ويتعامل مع نشاط عام مفتوح. فقسم العمل النسائي له أهداف. نأتي لقسم الشباب والطلاب ولجنة الاستيعاب المركزية اللي هو استيعاب الشباب والشابات، والشابات جزء منه ويشكلون 50% أيضا، لهم عندهم مجموعة من الأهداف. ثم نأتي لقسم التربية على مستوى الاتحاد، والذي يهتم بالتربية، وستجد فيه أيضا موجود من الأخوات. ولذلك على مستوى المؤسسات الأعضاء هناك اللي معنى جعل العمل النسائي هو جزء من عمل التربية، فتجد في قسم التربية في بعض الدول تجد فيه معنى أخ أو مجموعة يهتموا بملف الإخوة، وأيضا تجد منهم أخوات يهتمون بملف الأخوات، فهو عمل موازي. تجد في دول أخرى يجعلون للعمل النسائي قسم تربوي خاص بالعمل النسائي. ثم نأتي إلى قسم الدعوة أيضا، والدعوة هو الأخت أيضا جزء منها وعندهم مجموعة من الأهداف. قسم التدريب والتنمية البشرية، وهو أيضا بين مهامه الإشراف على التدريب أيضا في صفوف الأخوات بالتنسيق مع مختلف المؤسسات. ثم نأتي إلى المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة أيضا في هناك مجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف جلها منصب على العلاقات وعلى المستوى على المستوى الأوروبي. ثم التجمع الأوروبي للأئمة والمرشدات، وسمي بهذا الاسم حتى لأنه ليس هناك بمفهوم الإمامة، عادة الإمامة مرتبطة بالصلاة، وبالتالي فقد لا تقول إمامة ولكن في كلمة أو مصطلح مرشدات حتى يكون للأخوات أيضا لهم مدخل في هذه المؤسسة. الذي يحصل أنه نحتاج إلى أننا حتى ندير هذه العملية بشكل بطريقة جيدة ونحقق الأهداف نحتاج إلى 3 أشياء رئيسية. الشيء الأول هو يجب أن يكون هناك تكامل، معنى هذه المؤسسات وهذه الهيئات لها أهداف تلتزم بالأهداف التي حددتها لنفسها، وأيضا المناشط التي تقوم بها يجب أن تكون ضمن هذه الأهداف. لماذا؟ لأن أنت إذا تخرج عن الإطار الأهداف التي حددتها وبدأت تقوم بمناشط خارج أهدافك، هذا سيتضارب مع مناشط وأهداف هيئة أخرى، ويحصل ذلك معنى التنافس غير محمود في بعض الأحيان. فنحتاج إلى أن يكون تكامل، هذا التكامل يكون على مستوى الأهداف، ثم على مستوى المشاريع، ثم فيما يتعلق على مستوى الأهداف كما ذكرنا 35 هدف وزعت على الجميع، يجب على الجميع أن يلتزم بها. ثانيا التكامل على مستوى المشاريع، فهذه المشاريع والبرامج اللي هي مشاريع وبرامج رافدة لمناشطنا للذي نقوم به، يجب أيضا أن يكون فيه نوع من الالتزام والانضباط فيها. الشيء الثاني يجب أن هناك تنسيق،
تنسيق بين الهيئات هذه السبعة التي ذكرتها، وأن وذلك أن يكون ضمن الإطار العام وضمن المنظومة الإدارية ومنظومة الدعوية والتربوية في الاتحاد. وهذه المنظومة تتسم بالشمولية، وأيضا تستدعي من كافة الهيئات والمؤسسات سواء على المستوى الأوروبي أو مستوى المؤسسات الأعضاء الالتزام بالتوجهات والسياسات. وهذا الالتزام بالتوجهات والسياسات هو يعتبر معنى موطن قوة عندنا في عملنا في الاتحاد. وبالنسبة للتنسيق، التنسيق يجب أن يكون في البرامج والمشاريع، في المواقف والتوجهات، في التصريحات والبيانات، في تبادل المعلومات، في الاستفادة من الخبرات، ثم الاستفادة من الإمكانيات المادية المتاحة. وأختم بذلك، تبادل الأدوار يجب أن يكون تبادل عندنا، أن نتبادل الأدوار في مختلف المجالات، لأنه إذا كان كلنا اشتغل في نفس الإطار في نفس ضمن نفس البوثقة فهذا سيؤثر سلبا على المؤسسات الأخرى. جزاكم الله خيرا. في عندكم هنا مجموعة في ورشة عمل، هي معنى حبذا في الورشات لا يعاد الكلام الذي ذكرته، بل تنطلقون إلى العمق. ولذلك عندما توزع عليكم الورقة الورشات معنى هو فيه معنى عصف ذهني، معنى عصف ذهني في إثارة الموضوع أنك معنى أنك تناقش شيء وأنت حتى قد لا تكون مقتنع به. مثلا الأخوات لدين اللواتي سيناقشنا أن الرجل يتحمل المسؤولية، يمكن هي ما مقتنعة بذلك، لكن إحنا عندما نقوم بعصف ذهني نأتي بكل الأشياء والتصرفات اللي يمكن تؤثر سلبا على العمل، ثم نحاول أن نتطرق إلى الحلول. وعصف ذهني بالنسبة للمرأة، ممكن الأخت الموجودة قد لا غير مقتنعة بأنه المرأة تتحمل جزء من المسؤولية، لكن نريد أن يكون هذا من باب هذا العصف أنك تريد كل الأشياء التي هي معنى تصب في هذا النصب. ونريد أيضا من هذا اللقاء عندما ينتهي أن نخرج بورقة عمل. عندنا في على مستوى الاتحاد نحن بصدد مراجعة مجموعة من الأشياء، المنظومة الدعوية التربوية والمنظومة السياسية والمنظومة الإدارية والملف العمل النسائي. هذا اللقاء الآن اللي عندكم نريد أن تخرجوا منه بتصورات، هذه التصورات ستنقل من خلال مسؤولة قسم العمل النسائي إلى المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي معنا يناقش الورقة هذه وستنقل إلى مجلس الشورى، حتى مجلس الشورى يعتبر هيئة قيادية في الاتحاد تعتمد هذه الورقة. عندما تعتمد هذه الورقة سيتم تحويلها إلى المؤسسات الأعضاء للالتزام بها. ولذلك فنريد منكم أن تكونوا فاعلات في مناقشة هذا الموضوع حتى لعلنا إن شاء الله نصل إلى نتائج أفضل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.